مساء الخير، ازيكم دكاترة؟ ان شاء الله النهاردة معانا اول سنة عندنا في المنهج هي الماكسيلاري سنترال انسايزر. قبل ما نخش كده على الاول سنة عندنا، لازم نكون عارفين الشباتر اللي عندنا السنة دي. انت عندك السنة دي ان شاء الله في النظري بتاعنا في مادة الدنتال اناتومي 4 شباتر. اول شابتر اخدناه بالفعل وهو كان شابتر الانترودكشن، تمام؟ بالنسبة للشابتر التاني هو البيرمننت انتيريور، تمام؟ بعد كده الشابتر الثالث البرايمري انتيريور. الشابتر الرابع والاخير في هذا الترم هو الجيومتريكال او الفسيولوجيكال. طيب خلينا نشوف هما مش ماشيينها ازاي. الكليه بتاعتنا بتقول لك الاول احنا في شابتر الانترودكشن هناخد شويه معلومات عامه، زي ان احنا عرفنا ان احنا عندنا نوعين من الاسنان، اسنان برايمري عددها 20 سنه واسنان بيرمننت عددها 32 سنه، وعرفنا ان الاسنان اللي ما بتنجحش تاخد اماكن اسنان في الاسنان بيرمننت كنا بنسميها نون ساكسيدينوس، والاسنان اللي بتحل محل اسنان من البرايمري سميناها ساكسيدينوس، صح؟ بعد كده اخدنا المرتفعات والمنخفضات، اخدنا الاليفيشنز والديبريشنز، خدنا المرتفعات والمنخفضات. بعد كده اخدنا شوية معلومات وسميناهم النمبرنج سيستمز، تمام كده؟ ده في شابتر مين؟ ده في شابتر الانترودكشن. بعد كده البيرمننت انتيريور هنبدأ ناخد الاسنان بتاعتنا البيرمننت انتيريور اللي هم السنترال واللاترال والكناين ابر ولور، ان احنا نبدأ نعمل لهم فول ديسكريبشن. يعني ايه فول ديسكريبشن؟ نوصفهم، نجيب سطح سطح منهم ونبدأ نوصفهم، تمام كده؟ ده بالنسبة للمنهج بتاعنا الترم ده. طيب السنة بتاعتنا النهاردة هي الماكسيلاري سنترال انسايزر. ركز معايا كده ان اي سنة هناخدها هنبدأ نتكلم فيها في 5 نقط، وانت هتذاكرها بصورة 5 نقط. اول نقطة عندنا انك تتكلم في حتة اسمها الانترودكشن. يعني ايه الانترودكشن؟ مش خدنا انترودكشن يا دكتور؟ اقول لك اه، ده انت خدت انترودكشن وهتكمل تاخد انترودكشن كمان لكل سنة هتاخدها. يعني السنة دي بتتكون من كام لوب، الفرق بينها وبين السنة اللي جنبها، المميز للسنة بتاعتك. في اول شابتر عندنا هو شابتر الانترودكشن. الشابتر الثاني عندك هو البيرمننت، سوري، النقطة الثانية عندك هي نقطة مين؟ النقطة الثانية عندنا هي نقطة الكرونولوجي. الكرونولوجي بتاعنا تاريخ السنة، السنة بتبدأ تتكون جزء من السنة الأول، جنين السنة بنسميه الدنتال أورجان، بعد كده يبدأ التكلس يحصل، بعد كده الكراون يكتمل، بعد كده السنة يحصل لها إيروبشن، بعد كده الروت يكتمل. النقطة رقم 3 اللي هنتكلم فيها النمبرنج سيستم. السنة بتاعتنا في الأنظمة المختلفة في النمبرنج سيستمز، إيه الشكل بتاع السنة بتاعتنا أو الأرقام اللي بتاخدها السنة بتاعتنا. بعد كده هناخد الفول ديسكريبشن، هناخد الفول ديسكريبشن للأسنان بتاعتنا. بعد كده هنبدأ نتكلم عن البلب بتاع السنة، شكل العصب بتاع السنة، البلب كافيتي شكله عامل ازاي بالظبط. هنبدأ ناخد نقطة نقطة بالتفصيل ونبدأ نتكلم فيها، تمام كده؟ خلينا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للماكسيلاري سنترال انسايزر بتاعتنا، لو جينا نبص عليها، لو جينا نبص على النمبر بتاعها، فاحنا عندنا الانسايزرز بتوعنا كلهم عددهم كام؟ الانسايزرز بتوعنا عددهم 8، عددهم 8، 2 في كل كوادرانت، ادي السنترال واللي جنبها على طول اللاترال، يبقى عدد الانسايزرز بتوعنا 8. عندنا السنترال انسايزر ولاترال انسايزر، 2 في كل كوادرنت، 2 في كل ربع، يبقى عددهم كام سنه؟ عددهم 8 اسنان. طيب حلو جدا. لو اتكلمنا عن السنترال انسايزر، عندنا كام سنترال انسايزر؟ عندنا 4 سنترال انسايزر، واحده في كل كوادرنت، 2 ابر و2 لور، 2 ابر و2 ايه؟ و2 لور، تمام كده؟ طيب تمام. بالنسبه للسنترال انسايزر، لو بصينا على السنترال انسايزر كده هتلاقي ان في الابر، هتلاقي الابر سنترال انسايزر بتاعتك اعرض من الابر لاترال انسايزر، ابر سنترال اكبر من الابر لاترال انسايزر، وده عكس اللور. اللور سنترال بتاعتنا بتبقى سمولر ذان اللور لاترال، يبقى في الابر مين اكبر؟ في الابر السنترال انسايزر اكبر من اللاترال انسايزر. طب في اللور السنترال انسايزر اصغر من اللاترال انسايزر، ده في اللور. تاني يبقى في الابر مين؟ في الابر السنترال اكبر. طب في اللور اللاترال الاكبر. اوكي، ها مفهومه النقطه دي؟ طيب حلو قوي. بعد كده بيقول لك احنا السنه بتاعتنا السنترال انسايزر الفانكشن بتاعتها، الفانكشن بتاعتها بتعمل شيرنج او بتعمل كاتنج. يعني ايه بتعمل شيرنج او بتعمل كاتنج؟ قلت لك تعالى كده بص معايا، السنترال انسايزر الحافه بتاعتها حافه حاد، عندها حاجه اسمها انسايزر ايدج او انسايزر ريدج، بتعمل من خلالها كلمه او بتعمل من خلالها وظيفه بنسميها كاتنج او انسايزنج، عشان كده سميناها
انسايزر، بتعمل ايه؟ بتعمل انسايزنج للاكل بتاعنا، تمام كده؟ او بتساوي كلمه تانية بتعمل شيرنج للاكل، يبقى كلمه شيرنج بتساوي كلمه كاتنج بتساوي كلمه انسايزنج، بتساوي كلمه ايه؟ بتساوي كلمه انسايزنج. طيب حلو قوي. بتعمل انسايزنج من خلال حاجه موجوده عندنا اسمها الانسايزر ايج او الانسايزر ريج. ادي الانسايزر ايج او الانسايزر ريج بتاعنا، وهتلاحظ الانسايزر ايج او الانسايزر ريج ده لو انت اكلت سندوتش وبدات تقطع فيه باسنانك هتلاقي الانسايزر ريج بتاعك بدا يعلم فيه، فاهم ازاي؟ هتلاقي الاماكن الانسايزر ريج معلمه. طيب حلو جدا، تعال نشوف الفانكشنز بتاعت الاسنان بتاعتنا كلها كده على بعضها. احنا خدنا ان الاسنان الانسايزرز بيعملوا انسايزنج، الكناين بيعمل تيرنج يعني تمزيق الاكل، عرفنا ان البري مولرز بيعملوا تيرنج وبيعملوا جرايندنج، وعرفنا ان المولرز بتوعنا بيعملوا جرايندنج او شيوينج يعني طحن الاكل، بيعملوا جرايندنج او بيعملوا ايه؟ بيعملوا شيوينج. اهم معلومه عندك تطلع بيها النهارده من السنترال انسايزر ان السنترال انسايزر بتاعتنا هي الوايدست ميزيو ديستالي. يعني ايه الوايدست ميزيو ديستالي؟ عندنا السنه بتاعتنا ادي الليبيال سيرفيس بتاعها اللي في وشنا ده، في جنب ميزيال وجنب ديستال. العرض من الميزيال للديستال ده بنسميه ميزيو ديستال دايميتر، العرض من الميزيال للديستال بنقول عليه ميزيو ديستال دايميتر. بيقول لك السنترال انسايزر بتاعتنا هي اعرض سنه ميزيو ديستالي اوف انتيريور تيس، اعرض سنه في الاسنان الانتيريور موجوده عندنا هي مين؟ هي الماكسيلاري سنترال انسايزر، هي الماكسيلاري سنترال انسايزر، تمام كده؟ هي الابر سنترال انسايزر بتاعتنا. يبقى تاني المعلومه المهمه جدا جدا جدا، الماكسيلاري سنترال انسايزر ذا وايدست ميزيو ديستالي ان الانتيريور تيس، ان الانتيريور تيس. طب مين اعرض سنه في الاسنان كلها؟ اعرض سنه في الاسنان كلها عندك هي لور فيرست مولر. طب اللور فيرست مولر ده بيبقى عنده ثلاث كسبات، بيبقى عنده ثلاثه بروجيكشن كده، فبيبقى مدينه عرض كبير جدا. يبقى اللور فيرست مولر بتاعي هو الوايدست اوف اول تيس، رقمه 6، فبنقول عليه لور 6. السنترال انسايزر رقم 1، اللاترال رقم 2، الكناين رقم 3، الفيرست بريمولر رقم 4، السكند بريمولر رقم 5، الفيرست مولر بتاعنا رقم 6. يبقى اللور 6 هو اللور فيرست مولر، تمام كده؟ ده الوايدست اوف اول تيس. طب الوايدست في الانتيريور هي مين؟ الوايدست في الانتيريور هي الماكسيلاري سنترال انسايزر، وركز عليها عشان بيجيبها دايما في الامتحان. ده سؤال مضمون وسهل جدا للميد تيرم، اوكي؟ اتمنى تكون الدنيا بسيطه والدنيا سهله ولذيذه، تمام؟ بالنسبه بقى للانسايزرز نرجع للانترودكشن بتاعتنا. الانترودكشن كنا اخدنا فيها ان احنا عندنا حاجه اسمها 3 راوندد بروجيكشنز او 3 راوندد ايمينينسز، 3 راوندد بروجيكشنز او 3 راوندد ايمينينسز. 3 راوندد بروجيكشنز ثلاث نتوءات بيتكونوا من الانامل، عباره عن ايه؟ عباره عن اكسترا فورميشن، تكوين زيادة اوف مين؟ اوف الانامل، تمام كده؟ وهم عبارة عن 3 راوندد بروجيكشن، تلات نتوءات او تلات بروزات. طيب بيتكونوا من ايه؟ بيتكونوا من الانامل. طب هم اتكونوا ازاي اصلا؟ قال لك الخلايا اللي بتكون السنة ممكن يحصل لها نشاط زيادة، فالخلايا دي بتكون انامل زيادة، فالتلاتة بروجيكشن دولت بنسميهم ايه؟ بنسميهم ماميلونز، بنسميهم ايه؟ بنسميهم ماميلونز. يبقى 3 راوندد بروجيكشنز او 3 راوندد ايمينينسز او 3 راوندد بروتوبرانسز. يعني ايه بروتوبرانسز؟ بروتوبرانسز يعني نتوءات او بروزات، تمام كده؟ بيتكونوا من ايه؟ بيتكونوا من الانامل. طب ايه مصيرهم؟ قال لك مع الوقت بيبدا يحصل لهم حاجه اسمها اتريشن او ويرنج داون. يعني ايه ويرنج داون؟ الانسايزر ايج ده بتتكسر، او الانسايزر بتاعك اللي موجود فيه الماملونز بتتكسر وتحول لانسايزر ايج، وبيبقى شكلها فلات كده عشان السنه تعرف تعمل ايه؟ انسايزنج. طيب الماملونز بتبقى موجوده في النيولي الرابتد، في النيولي الرابتد انسايزرز، تبقى موجوده في مين؟ في النيولي الرابتد انسايزرز. ولو اتسالت البرايمري ولا البيرمننت قول له البيرمننت، لان اسنان البرايمري ريرلي نادر لما بيكون فيها ماملونز، يبقى الانسايزرز بتوعنا بيبقى موجود فيهم ماملونز. مع الوقت الماملونز دولت بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم اتريشن او بيتكسروا او بيحصل لهم ويرنج داون، ويتحول الانسايزر بتاعك لانسايزر فلات كده، الانسايزر فلات، بتحول الانسايزر بتاعنا الانسايزر فلات عشان نعرف نعمل انسايزنج للفود او بنعرف نعمل كاتنج للفود، اوكي؟ عدد اللوبس، احنا اتفقنا ان المينيمم نمبر اوف اللوبس، اقل عدد من اللوبس يعرف يكون سنه هو 4 لوب. وتعالى نرجع للانترودكشن، اتفقنا ان اللوب ده عباره عن ايه؟ حكينا حكايه صغيره كده، قلنا ان السنه عباره عن ايه؟ عباره عن شويه لوبس
وشوية لوبس عبارة عن شوية خلايا قاعدين عليهم شوية كلسة معديين. والحكاية دي ما هي إلا حكاية بس عشان أخليك تفتكر يعني إيه لوب والموضوع بيتم إزاي. فجه اتجمع لوب بلوب كونه للسنة بتاعتي، أقل عدد من اللوبس يعرف يكون سنة هو 4 لوب، وده سؤال إن شاء الله الدكتورة تجيبه في الميد ترم. أقل عدد من اللوبس يعرف يكون سنة هو 4 لوب. طيب حلو جدا. اللوب بتاعنا بنقول عليه هو برايمري بارت اوف التوس، اول جزء بيتكون من السنه هو مين؟ هو اللوب. طيب نيجي على السنه بتاعتنا النهارده اللي هي السنترال انسايزور. السنترال انسايزور بتتكون من 4 لوب، 3 لوب موجودين ناحيه الليبيال ولوب موجود ناحيه اللينجوال. الثلاثه لوب اللي موجودين ناحيه الليبيال بيبقوا واحد موجود هنا كده، واحد في النص، وواحد موجود الناحيه الثانيه، واحد موجود ناحيه الميزيال والليبيال بنقول عليه ده اسمه ميزيو ليبيال لوب، واحد موجود ناحيه الديستال والليبيال بنقول عليه ديستو ليبيال لوب، واحد موجود في النص المحترم ده بنقول عليه ميدل ليبيال لوب. تاني الليبيال سيرفيس بتاعنا بيتكون من كام لوب؟ الليبيال سيرفيس بتاعك بيتكون من 3 لوب، ميزيو ليبيال لوب، ديستو ليبيال لوب، وميدل ليبيال لوب، ديستو ليبيال لوب، وميدل ليبيال لوب. تمام؟ طيب حلو جدا. باقي لي اللوب الرابع. اللوب الرابع لو بصينا على ناحيه اللينجوال هتلاقي السنه بتاعتنا فيها حاجه اسمها السنجلوم، في حاجه اسمها ايه؟ السنجلوم، ودي عباره عن بروز كده او بروجيكشن موجود في اللينجوال. فالسنجلوم دي هي اللي بيكونها اللوب الرابع. فالسنه السنترال انسايزر بتاعتي بتتكون من 4 لوب، 3 موجودين ناحيه الليبيال سيرفيس، 1 موجود ناحيه اللينجوال سيرفيس، والموجود ناحيه اللينجوال سيرفيس بيعمل لي حاجه اسمها ايه؟ بيعمل لي حاجه اسمها السنجلوم. بيعمل لي حاجه اسمها ايه يا شباب؟ بيعمل لي حاجه اسمها السنجلوم. يبقى السنجلوم بتساوي كام لوب؟ السنجلوم بتساوي 1 لوب، بتساوي 1 لوب. طيب الفانكشن بتاعتنا، الفانكشن بتاع السنترال انسايزر، السنترال انسايزر بتعمل انسايزنج من اسمها طبعا، او بتعمل كاتنج. طب حلو جدا. مهمه في حاجه تانية اسمها الاستاتيك او البيرسونال ابييرنس. كلمه استاتيك بتساوي بيرسونال ابييرنس، المظهر الشخصي بتاعنا. عمل الدكتور من الدكاتره الشطار يعني كان حاول يعمل بروباجندا للعياده بتاعته، فبدا يعمل ايه؟ بدا يعلق في الشوارع يفط كده محطوط عليها الصوره، صوره فيها خطا او فيها تسوس في السنترال انسايزر، خلينا نعمله بالاسود، خطا موجود في السنترال انسايزر هنا كده. وبدا يعمل ايه؟ بدا يشيل حاجات من الصوره، زي مثلا يكون دراع كامل ودراع مش كامل، في ايد فيها شويه صوابع زياده. قال لك ان الناس اللي عملت فوت او الناس اللي شافت، كل الناس اللي شافت اليوفط الموجوده في الشوارع اجزموا بنسبه 1000000%، كل الناس اجزمت انه اكتر حاجه ملاحظه موجود ايه؟ موجود تسوس او موجود نقطه سوداء بتوين التو سنترالز. فقلت لك الاسنان بتاعتك مهمه جدا في الاستاتيك، خصوصا مين؟ خصوصا التو سنترالز، لانهم جزء من البروفايل بتاعك، جزء من الفيس بتاعك. تمام كده؟ خصوصا لما بتبتسم. طيب حلو جدا. بيقول لك كمان الاسنان بتاعتك الانسايزرز مهمين في السبيكنج، وعاوزك تحاول تقول الاس بتاعت سبيكنج او السبيتش يعني من غير ما تخلي التو سنترال انسايزرز يقفلوا على بعض، هتلاقي نفسك مش عارف تقولها خالص. فبقول لك الانسايزرز بتوعنا مهمين جدا في ايه؟ مهمين جدا في الانسايزنج او الكاتنج بتاع الفود، مهمين جدا في الاستاتيك، مهمين جدا في السبيكنج او السبيتش، مهمين جدا ان احنا نعرف نتكلم. حروف زي الاس والسي والاتش كلها الحروف دي بنعرف نقولها لما تكون السنترال انسايزرز بتوعنا موجودين وما فيهمش اي مشكله خالص. تمام كده. بعد كده هنخش على النمبرنج سيستمز. طيب خلينا نشوف البوزيشن بتاعت السنه بتاعتنا. السنه بتاعتنا موجوده جنب الميد لاين على طول. ادي السنترال انسايزر موجوده فين؟ موجوده جنب الميد لاين اهوت، مكانها بالظبط جنب الميد لاين. طيب النمبرنج سيستم، نراجع شويه على النمبرنج سيستم. احنا عندنا 3 نمبرنج سيستم، عندنا البالمر نوتيشن سيستم. البالمر نوتيشن سيستم وده عباره عن سيستم بيبدا ياخد البراكتات ويكتب عليها ارقام لو احنا اسنان بيرمننت، وحروف لو احنا اسنان برايمري. ده الابر رايت كوادرنت، ده الابر ليفت كوادرنت، ده اللور ليفت كوادرنت، ده اللور رايت كوادرنت. تمام. هنبدا نرقم الارقام بتاعتنا. احنا عاوزين السنترال انسايزر هي اللي بناخدها النهارده، فحط لها واحد من هنا وواحد من هنا. دي الابر سنترال بيرمننت، ودي الابر سنترال رايت بيرمننت، دي الابر سيف ابر سنترال ليفت ابر سيفت ابر سوري ابر ليفت سنترال انسايزر، ابر ليفت سنترال انسايزر. اوكي، دي الابر رايت سنترال انسايزر. تمام. طبعا الاثنين بيرمننت، طالما في ارقام يبقى احنا عارفين ان احنا اسنان بيرمننت. طيب تعالى على النظام الثاني وهو الاف دي اي. وبالله عليك ما تنساش الاختصار اف فيدريشن دي دينتير اي انترناشونال.
فيدريشن دينتير انترناشونال، الاف فيدريشن، الدي دينتير، الاي انترناشونال. طيب حلو قوي، دي عباره عن منظمه عالميه حط شويه قواعد لدكاتره اسنان لازم يشتغلوا عليهم. طيب الاف دي اي دول عملوا نظام ترقيم ليهم عشان يسهلوا التعامل بينهم وبين بعض، تمام؟ طيب عملوا فيها ايه المنظمه دي؟ قال لك والله احنا هنبدا نرقم البراكتات بتاعتنا، هنبدا سوري هنرقم الكوادرنتس، هنرقم الاربع بتاعتنا. فالابر رايت كوادرنت ياخد الرقم 1، الابر ليفت كوادرنت ياخد الرقم 2، اللور ليفت كوادرنت ياخد الرقم 3، اللور رايت كوادرنت ياخد الرقم 4. طب حلو قوي، بعد كده قال لك احنا هنعمل كل سنه بتتكون من كام رقم، كل سنه هتتكون من رقمين، الرقم الاول اللي هو هنا ده رقم الكوادرنت، الرقم الثاني ده هو رقم مين، رقم السنه. طيب خلينا نشوف كده، احنا النهارده عندنا الابر سنترال انسايزور رايت تاخد الرقم 1، ده الكوادرنت رقم 1. طيب موجوده السنه بتاعتنا في الاول، اول سنه على طول تاخد الرقم 1، فالرقم يتقال ازاي؟ يتقال 1 1، تمام؟ ده الابر سنترال رايت. طب الابر سنترال ليفت، ليفت يعني ابر، وابر وليفت ده الكوادرنت رقم 2، طب ورقم السنه 1، يبقى 2 1. كده بقينا النظام مين؟ بقينا النظام اليونيفرسال. اللي النظام اليونيفرسال بتاعنا بيبدا يرقم الاسنان من ماكسيلر لثيرد مولر بتاخد الرقم 1، وكنت قلت لك انا احفظ 8 و9 وتحت هنا 24 وهنا 25، صح؟ وقبل النظام بتاعنا كان بيبقى فيه علامه اسمها علامه الهاشتاج، علامه الهاشتاج. يبقى عندنا هاشتاج 8 دي الابر سنترال رايت بيرمننت طبعا، وهاشتاج 9 ده الابر سنترال ليفت ودي بيرمننت طبعا. ده بالنسبه للنمبرنج سيستم. خلينا نشوف كده، 1 1 ده الابر سنترال رايت، 2 1 ده الابر سنترال ليفت، طبعا نظام الاف دي اي. طيب بعد كده النظام اليونيفرسال بتاعنا هاشتاج 8 لو انت ابر سنترال رايت، وهاشتاج 9 ابر سنترال ليفت. اوكي، الفانكشن تاني السنه بتاعتنا مهمه جدا في الكاتنج، مهمه جدا في الاستاتيك، مهمه جدا في ايه؟ مهمه جدا في الفوناتيك. فوناتيك بتساوي كلمه سبيكينج او الصوتيات، تمام؟ الريليشن بقى ركز معايا في الريليشن عشان مهمه جدا، تمام؟ انا عندي الميد لاين اهوت، ادي الميد لاين بتاعي موجود جنبيه على طول السنترال انسايزور، وادي اللاترال انسايزور. السنترال انسايزور موجوده ميزيال ولا ديستال بالنسبه لللاترال انسايزور؟ موجوده ميزيال تو اللاترال انسايزور. يبقى السنترال انسايزور دهيت موجوده فين؟ موجوده ميزيال بالنسبه لللاترال انسايزور. طب حلو قوي، لما نيجي نبص على السنه اللي وراها، هنلاقي ان احنا عندنا سنترال انسايزور تاني، ادي السنترال انسايزور. السنترال انسايزور دي بالنسبه للسنترال انسايزور دي موجوده فين؟ بالنسبه للسنترال انسايزور دي موجوده ميزيال ليها هي كمان. يبقى السنه بتاعت السنترال انسايزور ميزيال لللاترال وميزيال للسنه اللي جنبها، ميزيال للسنترال اللي جنبها. تاني كده، تاني عشان نفهمها مع بعض. تاني، السنه بتاعتي لما نيجي نبص السنه السنترال هيت عندنا هيت، اوكي، هي ميزيال لمين؟ ميزيال لللاترال. طب وبالنسبه للسنه اللي جنبها فهي اقرب للميد لاين، فهي ميزيال للسنه اللي جنبها برضو، فهي ميزيال للسنه اللي جنبها، اوكي. ها، في مشكله كده؟ خد سؤال مهم جدا، بيقول لك السنه الوحيده اللي فيها الميزيال بيتاتش ايتش اذر. يعني ايه الميزيال بيتاتش ايتش اذر؟ يعني الميزيال سيرفيس في السنه دي اللي هو هنا كده بيتاتش الميزيال سيرفيس في السنه دي، هيكون مين؟ هيكون السنترال انسايزور سواء ابر او لور، لان اللور نفس الكلام، ادي السنترال انسايزور لور هنا وهنا فيها الميزيال تاتش ايتش اذر، يعني الميزيال سيرفيس بتاع السنه دي بيتاتش الميزيال سيرفيس بتاع السنه السنترال اللي جنبها. السنترال ميزيال هنا بيتاتش الميزيال للسنترال اللي جنبها هنا سواء ابر او لور، يبقى الميزيال تاتش ايتش اذر في مين؟ في السنترال انسايزورز، في السنترال انسايزور. الاوكلوجن بقى، الاوكلوجن ده الريليشن بين الاسنان الابر واللور. طب امتى بالظبط؟ لما البيشنت بتاعنا يقفل بقه. لما البيشنت بتاعنا يقفل بقه هتلاقي ان الماكسيلاري سنترال انسايزور قصادها من الاسنان اللور، اللور سنترال انسايزور وقصادها اللور لاترال انسايزور، يبقى عندها كام سنه مقابله؟ كلمه مقابله يعني اجينست او انتاجونست. الابر سنترال انسايزور عندها تو انتاجونست، يعني ايه تو انتاجونست؟ يعني سنتين قصادها من الارش اللور. يبقى الابر سنترال انسايزر عندها كام سنه من الاسنان اللي قصادها يا شباب؟ عندها سنتين من الاسنان اللي قصادها، تمام كده؟ في مشكله لحد دلوقتي؟ اظن الدنيا واضحه، عندها تو انتاجونست. خلينا نبص على الكرونولوجي، الكرونولوجي هو تاريخ السنه بتاعتنا، تاريخ اسود ومهبب، تمام؟ التاريخ بتاع السنه بتاعتنا، قال لك السنه بتاعتنا بتبدا تظهر الاول في صوره شويه خلايا، شويه الخلايا دول بنقول عليهم الدنتال اورجان،
شويه الخلايا دول بنقول عليهم ايه؟ الدنتال اورجان. شويه الخلايا بنقول عليهم الدنتال اورجان. اهو الدنتال اورجان ده الخليه بتاعتنا بتبدا سوري الخلايا بتاعتنا بتبدا تاخد الشكل ده كده. بعد كده شويه الخلايا بيكبروا ويبداوا يفرزوا او يكونوا مين؟ يبداوا يكونوا الانامل. تمام؟ كل الكلام ده هتاخده بالتفصيل مع نفس القسم السنه الجايه في ماده الاورال هيستولوجي. في ماده الاورال هيستولوجي ان شاء الله. بعد كده بيقول لك شويه الانامل دولت بداوا يكبروا لحد ما الكراون بتاعي اكتمل، لحد ما الكراون بتاعي ايه؟ اكتمل. طيب الكراون بتاعي اكتمل هيبدا الروت يكتمل. ادي الكراون بتاعي اكتمل، هيبدا الروت بتاعي يكتمل. قال لك السنه تقدر تطلع يعني يحصل لها عمليه الربشن. الربشن يعني ظهور السنه في البق. السنه تقدر يحصل لها الربشن والكراون بتاعنا كله اكتمل ونص او تلتين الروت، يبقى الكراون كله زائد نص او تلتين الروت يكتملهم. يبقى اثناء عمليه الربشن هل السنه بتكون كامله؟ لا، ومش شرط السنه تكون كامله عشان يحصل لها الربشن عشان تظهر في البق. قال لك السنه يحصل لها الربشن والكراون بتاعك كله مكتمل زائد نص او تلتين الروت. بعد كده التاريخ الخامس اللي يهمنا هو مين؟ تاريخ اكتمال السنه او تاريخ اكتمال الروت. تاني يبقى احنا عندنا كام تاريخ؟ عندنا خمس تواريخ. اول تاريخ عندنا الابيرنس اوف الدنتال اورجان، ظهور الدنتال اورجان. بعد كده البيجنينج اوف كالسيفيكيشن، بدايه التكلس، بدايه ان الانامل بتاعنا بدا يتكون. بعد كده الكراون كومبليتد، تاريخ اكتمال الكراون. بعد كده اهم تاريخ عندنا هو الاربشن، بعديه على طول بعديه هو تاريخ اكتمال الروت. يبقى احنا عندنا خمس تواريخ. اول تاريخ عندنا هو الابيرنس اوف الدنتال اورجان، بعد كده البيجنينج اوف كالسيفيكيشن بدايه التكلس بتاع السنه، كراون كومبليتد يحصل للسن الربشن، بعد كده الروت كومبليتد. ركز معايا على السنه بتاعتنا الابر سنترال انسايزر كرونولوجي، تاريخ السنه بتاعنا بيبقى الابيرنس اوف الدنتال اورجان، ظهور الدنتال اورجان بتاع السنه بيبقى عند 5 مانثز انترايوتراين. شويه خلايا من السنه اهوت، ده بنسميهم ايه؟ بنسميهم الدنتال اورجان. اول ظهور للدنتال اورجان بتاعنا 5 مانثز انترايوتراين، وما تنساش ان هي بالمانثز داخل الرحم. تمام كده؟ بعد كده قال لك الفيرست ايفيدنس اوف كالسيفيكيشن، اول نواه للتكلس بتبقى بعد الولاده من 3 ل 4 شهور. طيب حلو قوي. الكراون كومبليتد من 4 ل 5 سنين، الكراون كومبليتد من 4 ل 5 سنين. طيب تمام، بعد ما الكراون كومبليتد قال لك الكراون كومبليتد هتبدا نص الروت يكتمل، وبعد كده السنه يحصل لها الربشن عند من 7 ل 8 سنين، بعد كده الروت كومبليتد. عاوزك تركز في اللعبه اللي احنا هنلعبها دي. قال لك انا اللي يهمني تاريخ مين؟ يهمني تاريخ الاربشن بتاعي. تاريخ الاربشن بتاعنا من 7 ل 8 سنين، تاريخ الاربشن بتاع الابر سنترال من 7 ل 8 سنين. طب هو هيفيدني ايه اصلا في الكرونولوجي ده؟ قال لك هيفيدك انك تستدل على احداث معينه. يعني ايه استدل على احداث معينه؟ فاكر انت من الانترودكشن لما قلنا ان احنا عند من سنتين ونص لتلات سنين ال 20 سنه بيكونوا اكتملوا؟ قال لك اه. قال لك ايه اللي يحصل لو الطفل بتاعنا وصل لاربع او خمس سنين من غير ما يكونوا ال 20 سنه اكتملوا؟ قال لك هستدل ان الطفل ده عنده تاخر في التسنين او طلوع الاسنان عنده متاخره، فهبدا استدل انه ممكن يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن مارك لمرض معين، عباره عن انه علامه. اه خد بالك ده الطفل بتاعك هنا بدا يبقى عنده مشاكل في التسنين، ممكن يكون عنده مشاكل في العظم، ممكن يكون عنده مشاكل تانية. فمن هنا بقول لك التواريخ بتاعتك او تواريخ الكرونولوجي بتديك علامات لحاجات معينه، فهي مهمه جدا في النقطه دي. تمام كده؟ طب ركز بقى في اللعبه اللي انا قلت لك عليها. احنا هنحفظ تاريخ واحد اللي هو تاريخ مين؟ تاريخ الاربشن. ناقص 3 زائد 3، ناقص 3 هيديك تاريخ اكتمال الكراون، زائد 3 هيديك تاريخ مين؟ اكتمال الروت. طيب يا دكتور الباقيين الفيرست اوف دنس اوف كالسيفيكيشن مش مهم قوي، قليل جدا قوي لما بيسالوا عليه. طيب والتاريخ ده؟ اقول لك تعالى، ده احنا عندنا الانسايزرز كلهم الدنتال اورجان بتاعهم بيظهر عند 5 مانثز انترايوتراين. طيب هيتبقى لي مين من الاسنان اللي عندنا الترم ده؟ الكلاينز، بيظهروا من الدنتال اورجان بتاعهم 6 مانثز انترايوتراين. تمام كده؟ يبقى الانسايزرز بيظهروا عند 5 مانثز انترا يوتراين، ده الدنتال اورجان بتاعهم، الجنين بتاع السنه. تمام؟ طيب والكناينز؟ الكناينز بتاعتنا بتظهر عند 6 مانثز انترا يوتراين، 6 مانثز انترا يوتراين. تمام؟ في مشكله كده في موضوع الكرونولوجي؟ طيب خلينا نشوف الاسبكتس بتاعتنا. احنا السنه بتاعتنا عندها اربعه سيرفيسز وعندها انسايزال ايدج، عندها ليبيال وعندها لينجوال، عندها انسايزال وميزيال وعندها ديستال. يبقى الاسطح بتاعتنا السنه بتاعتنا عندها كام سطح؟ عندها ليبيال ولينجوال، عندها انسايزر، عندها ميزيال وديستال، وعندها وان روت. الاسنان السنترال بتاعتنا بيبقى عندها ايه؟ عندها وان روت.
بيبقى عندها وان روت. السنة الوحيدة من الأسنان الأنتيرور اللي ممكن يبقى عندها وان رو أكتر من وان روت هي اللور كناين، أكتر من وان روت هي اللور كناين، ودي معلومة هنشرحها برضو في الكناين، تمام؟ اللور كناين هو ممكن يبقى عنده أكتر من وان روت. طيب خلينا نراجع كده الأسنان اللي عندها وان روت. الأسنان اللي عندها وان روت هم الأنتيرور كلهم زائد كل البريمولرز ما عدا العق، لو انتوا فاكرين اللي هو الابر فيرست مين بريمولر ده عنده كام روت؟ عنده 2 روتس، صح؟ بقينا من البق مين؟ بقينا الابر مولرز واللور مولرز. الابر مولرز عندهم 3 واللور مولرز عندهم 2، تمام كده؟ في مشكله كده؟ يبقى تاني الاسنان الانتيرور عندهم 1 روت، البريمولرز كلهم اكسبت الابر فيرست بريمولر عندهم 1 روت، الابر فيرست بريمولر عنده 2، باقي لي من البق كله الابر مولرز عندهم 3 واللور مولرز عندهم 2، واللور مولرز عندهم كام؟ عندهم 2. اوكي خلينا نخش بقى على السنه، الفول ديسكريبشن بتاع السنه. هنبدا نوصف السنه. بيقول لك ان السنه بتاعتنا الجيومتريك اوت لاين بتاعها بيكون شكله ترابيزويد. يعني ايه ترابيزويد؟ شبه منحرف، بيكون شكله شبه منحرف. الترابيزويد ده ليه شورت سايد ولونج سايد، ليه ضلع صغير وليه ضلع كبير. الضلع الصغير موجود فين؟ الضلع الصغير موجود عند السيرفايكال لاين. طب الضلع الكبير موجود فين؟ الضلع الكبير بتاعك موجود عند الانسايزل، عند الانسايزل تحت. طيب حلو جدا، يبقى الشورت سايد بتاعي موجود سيرفايكالي واللونج سايد موجود فين؟ واللونج سايد بتاعي موجود ناحيه الانسايزل. طب حلو قوي، احنا عندنا الترابيزويد اهوت بيبقى عندنا سايد ميزيال وسايد ديستال. السايد الميزيال الحد بتاع السن او الاوت لاين بتاع السن بنسميه ميزيال اوت لاين. بنسميه ايه؟ ميزيال اوت لاين. احنا مطلوب منا نعرف الميزيال اوت لاين ده شكله عامل ازاي. طيب حلو جدا، طب والحد اللي ناحيه الديستال بنسميه ديستال اوت لاين. طب وده؟ ده اسمه السيرفايكال لاين، صح؟ وده اسمه الانسايزر اوت لاين. هو كمان مطلوب مننا نعرف الاوت لاينز دي كلها شكلها عامل ازاي. اقول لك بعيدا عن السنه، تعالى نرسم الترابيزويد كده ونشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي، تمام؟ بص معايا كده، الشكل بتاعنا بيكون شكله ترابيزويد، عندنا ناحيه ميزيال وناحيه ديستال، تمام كده؟ الميزيال اوت لاين بتاعنا، الاوت لاينز بتاعتك اللي هتشوفها كلها حاجه من ثلاثه، يا اما الاوت لاين بتاعك يكون ستريت، يا اما الاوت لاين بتاعك يكون شكله عامل ازاي؟ يكون ستريت، يا اما الاوت لاين بتاعك يكون بارز لبره بنقول عليه كونفكس، يا اما يكون بارز لبره نقول عليه كونفكس، يا اما يكون داخل لجوه السنه نقول عليه كونكيف. يا اما داخل لجوه السنه نقول عليه كونكيف. يبقى تاني الاوت لاينز بتاعتنا يا ستريت يا كونفكس طالع بره حدود السنه، يا اما كونكيف داخل لمين؟ داخل لجوه السنه، يا اما كونفكس يا اما كونكيف. طيب حلو جدا، خلينا نشوف الوصف بتاعنا، خلينا نشوف الوصف بتاعنا ونطبقه هنا. دي الاوت لاينز اللي هتقابلك. الجيومتريكال اوت لاين بتاعي شكله ترابيزويد، تمام؟ الترابيزويد ده بيساعد السنه ان هي تعمل كونتاكت مع الاسنان اللي جنبها، السنه دي تلاقيها ملامسه للسنه اللي جنبها، فبالتالي الاسنان توزع الفرص اللي بتيجي عليها، الاسنان بتاعتنا توزع الفرص، الفورسز اوف ماستيكيشن. المفروض احنا الباور بتاع اصلا المسلز بتاعتنا او العضلات بتاعه الفك بتاعتنا اللي بتقفل اصلا بتقفل بحوالي 360 نيوتن، تمام؟ تعادل ركله حصان، فاهم ازاي؟ فالاسنان بتاعتنا عشان ما تجمعش الفرصة عليها والسنه بتاعتك تتكسر لازم توزع الفرص دي. فالجيومتريك اوت لاين اللي هو الترابيزويد بيبدا يلعب دور مهم في موضوع توزيع الفرص ده. اقول لك طيب الشكل الترابيزويد ده اداني كام اوت لاين؟ اداني ميزيال اوت لاين. الميزيال اوت لاين بتاعي وادي الديستال اوت لاين. الميزيال اوت لاين بتاعي بيكون شكله ستريت او سلايتلي كونفكس، يا اما ستريت كده يا اما في بعض الحالات بنلاقيه بارز بره شويه بنقول سلايتلي كونفكس. طيب الديستال بيبقى شكله كونفكس، الديستال بيبقى شكله عامل ازاي؟ كونفكس. طيب الانسايزر اوت لاين بتاعي بيكون شكله ستريت، الانسايزر اوت لاين بتاعي بيكون شكله عامل ازاي؟ ستريت. طيب والسيرفايكال بتاعي بيكون كونفكس، يعني طالع ناحيه مين؟ كونفكس ناحيه الروت، كونفكس روت وايز، كونفكس روت وايز او كونفكس توورد الروت، او كونفكس توورد الروت، تمام كده؟ يا اما كونفكس روت وايز يا اما كونفكس توورد الروت. ها فيها مشكله دي؟ طيب حلو جدا، ركز معايا كده. لما نيجي نتكلم عن السيرفس اناتومي، لما نيجي نتكلم عن المرتفعات والمنخفضات، اقول لك ايوه ده تعالى كده، احنا خدنا في الانترودكشن ان عندنا ريج ريج بيتحرك كده بالعرض في السيرفايكال سيرد، بنقول عليه السيرفايكال ريج، يبقى عندنا سيرفايكال ريج موجود في السيرفايكال سيرد. طيب حلو قوي، الليبيال بتاعنا قلنا ان هو بيتكون من ثلاثه لوب بيفصل بينهم اثنين ديفلوبمنتال جروف،
بيتكون من 3 لوب بيفصل ما بينهم كام جروف، بيفصل ما بينهم 2 ديفلوبمنتال جروف، 2 منخفضين خطيين كده، واحد اسمه ميزيو ليبيال ديفلوبمنتال جروف، واحد اسمه ديستو ليبيال ديفلوبمنتال جروف، تمام كده. طيب الليبيال سيرفيس كله على بعضه كده بنقول عليه ان هو سموث وفلات. طب ايه وظيفه ان الليبيال سيرفيس يكون سموث وفلات؟ اول حاجه هيساعد انك تقطع، تعمل كاتنج للفود، وهيمنع ان الاكل بتاعك يحصل له ستاجنيشن، ان الاكل بتاعك يمسك في السنه. يبقى الليبيال سيرفيس بتاعنا بيبقى شكله سموث وفلات. طيب تعالى على شكل الروت بتاعنا. الروت بتاعنا بيبقى شكله مخروط الشكل. الروت بتاعنا بيبقى شكله عامل ازاي؟ مخروط الشكل. ادي الروت بتاعنا بيبقى شكله مخروط الشكل. طب حلو جدا. بيبقى السيرفيس بتاعه ريجولار. يعني ايه مخروط الشكل؟ شكله كون شيب او شكله كونيكال، مخروط الشكل، تمام كده. المخروط اه، ادي شكل المخروط بتاعي، تمام كده. طيب حلو. او السيرفيس بتاعك بيبقى شكله سموث كده وريجولار، يعني منتظم الشكل. طيب الايبكس راس السنه من فوق كده، الايبكس راس السنه هتبقى حاجه من اتنين اللي هيقابلوك السنه دي كلهم، يا اما عريضه بنقول عليها روت ايبكس شكلها بلانت، يا اما شارب فبنقول عليها ايه؟ بوينتد. يا اما شارب بنقول عليها بوينتد، يا اما عريضه بنقول عليها بلانت، يا اما رفيعه بنقول عليها بوينتد. طب الابر سنترال، الابر سنترال بنقول على الروت ايبكس بتاعتها ان هي عريضه، ان هي ايه؟ بلانت روت ايبكس. كمان قال لك لو ان احنا نزلنا، لو احنا نزلنا من اللونج اكسس كده او نزلنا في نص السنه بتاعتنا، هتلاقي ان الروت بتاعنا بيبقى الروت ايبكس بتاعتك سنترلايزد. يعني ايه سنترلايزد؟ متسنتره في النص، موجوده في النص بالظبط. قال لك كمان لو خدنا زاويه من هنا كده، هتلاقي ان الانسايزر بتاعك بيربنديكولار على اللونج اكسس. يعني ايه بيربنديكولار على اللونج اكسس؟ عمودي على اللونج اكسس. يعني ايه بيربنديكولار على اللونج اكسس؟ عمودي على اللونج اكسس، او بنقول عليها فيرتيكال لللونج اكسس. اللونج اكسس ده محور السنه او خط النص بتاع السنه، تمام كده. ها في مشكله كده في الليبيا الازمك، تعالى نراجع مع بعض بسرعه من الداتا، تمام. الميزيال اوتلاين بتاعي بيكون شكله ستريت او سلايتلي كونفكس، ستريت او سلايتلي كونفكس. طب الديستال بيبقى طالع لبره شويه، بيبقى شكله مور كونفكس او كونفكس. الانسايزر بتاعنا شكله عامل ازاي؟ الانسايزر بتاعك بيكون شكله ستريت. ادي الانسايزر بتاعي بيكون شكله ستريت. طيب حلو قوي. السيرفايكال لاين بتاع السيرفايكال بيكون كونفكس روت ووردز، او كونفكس توورد الروت، او كونفكس روت وايز، يعني طالع ناحيه الروت. اتفقنا. بارز لفوق يبقى كونفكس، داخل لجوه يبقى كونكيف، داخل لجوه يبقى ايه؟ يبقى كونكيف. في مشكله في الكلام ده؟ اقول لك تعالى على نقطه تانيه مهمه جدا. نقطة ايه؟ عندنا حاجة اسمها الانسايزر انجلز. انا لما اجي على السنة بتاعتي من هنا، هلاقي ان الاوتلاين ده اسمه ميزا اوتلاين، اتحد مع مين؟ اتحد مع الانسايزر. الاثنين شكلهم ستريت، واحد ستريت كده واحد ستريت كده، عملوا لي انسايزر انجل اسمها ميزيو انسايزر انجل، عملوا لي انسايزر انجل اسمها ميزيو انسايزر انجل. طب حلو قوي. شكل الميزيو انسايزر انجل دي بتبقى ايه؟ بتبقى شارب. شكل الميزيو انسايزر انجل بتبقى شارب، شارب ميزيو انسايزر انجل. طيب الديستو انسايزر انجل قصادها الناحيه الثانيه، اتكونت لما الميزيا، لما الديستال اوت لاين اتحد مع الانسايزر اوت لاين. طب الديستال شكله كونفكس، مع الانسايزر شكله كده، شكله ستريت، فالانجل بتاعتك هتبقى اقل شارب شويه، ليس شارب زي الميزيو انسايزر انجل، او ممكن نقول عليها راوندد، ملفوفه كده، شكلها ايه؟ شكلها راوندد، تمام. يبقى احنا عندنا اتنين انسايزر انجل، عندنا ميزيو انسايزر انجل شكلها شارب، عندنا ديستو انسايزر انجل شكلها ليس شارب، او بنقول عليها راوندد. سيرفيس اناتومي، عندنا سيرفايكال ريج موجود في السيرفايكال سيرد، تمام، وده موجود في كل الاسنان وبيبقى ران هوريزونتالي، وعندنا اتنين ديفلوبمنتال جروف وشكلهم شالو. شكلهم شالو يعني ضحل، شكلهم شالو يعني ضحل، الارضيه بتاعتهم مش داخلين قوي في السنه، مش داخلين قوي في السنه بتاعتنا، تمام كده. طيب الروت بتاعنا، الروت بتاعنا شكله سنجل روت ديس، عنده وان روت. الروت بتاعنا شكله كون شيب، تمام كده. ادي شكل الكون بتاعنا، مخروط الشكل، بيبقى الايبكس بتاعته موجوده في النص، الايبكس بتاعته بتبقى سنترلايزد، الايبكس بتاعته بتبقى سنترلايزد وشكلها بلانت، شكلها بلانت روت ايبكس، يعني الايبكس عريضه. الروت بتاعنا بيبقى شكله سموث كده، الروت بتاعنا شكله كونيكال وشكله سموث، تمام كده. معلومه مهمه جدا ان الابر سنترال بتاعتها واحنا بنخلعها في سنتين من الاسنان كلهم، واحنا بنخلعهم بنخلعهم بالراونديشن. يعني ايه بنخلعهم بالراونديشن؟ بنروح مدخلين الفورسبس بتاعنا هنا، الفورسبس ده اداه الخلع، بتنزل هنا تمسك هنا كده وتمسك ناحيه اللينجوال تحت السنجلم على طول. طيب ونبدا نلفهم، هم سنتين بنسميهم واحد على خمسه، واحد هي الابر سنترال انسايزر. بنخلعهم ازاي يا دكتور؟ بنخلعهم بالروتيشن، بنخلعهم بالروتيشن، تمام كده، بنخلعهم بايه؟ بالروتيشن.
اوكي، او بالبيور راونديشن، ان احنا نلف السنه بتاعتنا ونخلعها. هم مين؟ الابر سنترال انسايزر واللور فايف. اللي عليك دلوقتي هي الابر سنترال انسايزر. سؤال دايما مشهور بيجي يسالك، الابر سنترال انسايزر نخلعها بالبيور روتيشن؟ تقول له ترو. الابر لاترال انسايزر نخلعها بالبيور روتيشن؟ اقول لك لا، ده هم السنتين بس اللي بنخلعهم بالبيور راونديشن او روتيشن. هم مين؟ الابر سنترال انسايزر واللور فايف. اللي خدناه الترم ده او اللي هناخده الترم ده هو الابر سنترال انسايزر. على حد هنا يعتبر ده الجزء اللي شرحناه في الحصه النهارده. ان شاء الله هنكمل في الفيديو الجاي الابر سنترال انسايزر. عايزك تركز جدا في المقدمه دي، مقدمه مهمه جدا. اتشرفت جدا انا كنت معاكم يا شباب، موفقين ان شاء الله.